الإعلام الرسمي بالمعنى التقليدي للكلمة يعني إعلام السلطة. الرأي هذا الرأي لازم يكون مسيس يعني. بس ما بتحكي قانون وإعلام هدول بينقضوا بعضهم، لأن بيقولوا لك حرية. عرف تاريخ الصحافة مقاماته، فمن مكتوب إلى مسموع إلى مرئي عوالم لا يمكن اختصارها، لعل الاعتراف بها كسلطة رابعة يكرث قوتها. تراجعنا كثيراً، عدنا إلى المتاريس كما تفضلت، وسائل الإعلام لكل وسيلة لون وخلفية ورأي ومصدر و و و و و و و وإعلام العام أيضاً يدار حسب يعني ما تريد هذه الجهة أو تلك. للأسف أنا بتصوري أنه لازم يكون في إخلاقيات المهنة يلي بتخلي كل إعلامي هو ينتبه أو يعمل نوع من ضبط للي بيقوله، ويقدر هو يعمل رقابة ذاتية على الحكي اللي بيحكي لحتى يكون صحيح. بس كمان لازم يقدم يعني الحد الأدنى من الموضوعية. ماريو عبود بونسوار، عم نشوفك اليوم عم بتشارك بحفل خاصه بعيد الصحافة، حرية الصحافة العالمية بطرابلس. ليش بين مزدوجين؟ ما في شيء اسمه حرية مطلقة للصحافة، الصحافة مقيد بسلسلة أمور وبسلسلة إذا بدك مطبات، خصوصا بالوضع الحالي مثل ما هي بلبنان وبالمنطقة. ف يعني بهالهامش اللي متروك له، قد ايه في يتحرك وقد ايه الذكاء بيسمح له يتحرك بيكون منيح، بس انه يعني حريه بالمطلق وديمقراطيه بالمطلق وموضوعيه بالمطلق، بدنا نكون صادقين مع حالنا ومع الناس. لا اكيد ما في، يعني في حريه انما مش بالمطلق هيك عم بتقول. طبعا ايه هينا قبل ما توضح لي سؤالك. ما بدي يكون متشائم، ابدا مش متشائم، بس انه حلو لما بدنا نحكي نكون موضوعيين ونكون صادقين مع نفسنا ومع الناس. أكيد نحن بنسعى أنه نكون أحرار وبنطمح أنه نكون أحرار مثل ما نحن بدنا، بس ما فينا ننكر أنه في ضوابط وفي قيود وفي مصالح كبيرة بتتحكم بالمؤسسات اللي نحن بنشتغل فيها. هالمصالح هيدي نحن بدنا نراعيها إلى حد ما. لما بتبلش الأمور تتعارض مع قناعاتنا بشكل جذري، ساعتها أنت أمام خيار من اثنين، أو أنك لا سمح الله تتخلى عن مبادئك وتكفي، أو أنه لا تعمل فريم ترجع لورا تطلع وتشوف وين مصلحتك وين قناعاتك وكيف انت من خلال قناعاتك تقدر تنقل شو اللي ناس بدهم اياه، شو اللي هني بحاجه له، صوتهم شو بده يقول، هني شو بدهم يقولوا. انا ما في وسيله اعلام هلا عم تنقل الناس شو بدهم او صوتهم شو بدهم. لحظه في الاعلام عم بيمشي الناس مثل ما هو بده. لا ما ليك، بعدك عم بتقلي ما في حرية، بعدك عم بتقلي في عالم عم بيتحكم وقوة عم تتحكم بالإعلام، مين بيكون عم بمشي العالم؟ ليه نحن ما بدنا نجلد حالنا، نحن إذا قلنا ما في حرية مطلقة هذا ما بيعني إنه ما في حرية على بالمطلق. لا، في هوامش حرية وفي ضوابط كمان، ضوابط هيدي اللي مستعد أنت قد ايه مستعد يعني تحطها لحالك حاجز ما تتقدم، هون صارت أنت وزكيك. برجع لها النقطة، بس إنه الإعلام يتحكم بالناس، لا مش هالقد. الإعلام ما بيقدر يفرض على الناس شيء هني ما بدهم إياه، ممكن يقدر يرغبهم بشيء أو يشرح لهم قد ايه هني ممكن يستفيدوا من شيء أو من منطق أو من عقيدة معينة، من منطق معين، من منطق معين، بس ما بيقدر يقنعهم بشيء هني ما بدهم إياه. نعم، هيدي بروباغندا والموضوع طويل بين الإعلام والمجتمع وغيره، ومين عم بيسيطر أصلاً على الإعلام وعم بيقيد من حريته؟ هني قوى سياسية والإعلان. ايه ما تنسي عنصر، طبعا عنصر المادة، في مثل بالفرنساوي بيقول كيدون أردون، بالنتيجة اللي عم بيمول المؤسسة ما مش فاتح جمعية خيرية. هيدا الشيء لما بلشنا الحديث قلنا بدنا نكون صادقين مع نفسنا ومع الناس. طبعا في ناس عم بتمول عندها أهداف سياسية، بس ضمن هالأهداف السياسية قديش أنت بتقدر تكون ذكي وتمشي بين هالرغبة صاحب المال ومبتغي وما بين مبادئك وما يطلبه الناس، ما يريده الناس، هون اللعبة. شكرا لك ماريو عبود، وعلى أمل أنه حرية الصحافة تبقى حرية وتصير حرية أكثر وأكثر ومطلقة، صحيح؟ إن شاء الله بدعاكي، مرسي لكم، يعطيكم ألف عافية.
فارس بلوط مساء الخير. اشتقت لك. انا كمان اشتقت لك كثير ومبسوطه اني عم شوفك اليوم بهيدا الاحتفال كمان، لانك انت اعلاميه بتستاهلي ونشيطه وإلك هيك خصوصيه بشغلك. ميرسي ميرسي. دعي بس حضرتك صحافي اكيد اشهر من ان تعرف، بتكتب مسلسلات، رئيس تحرير مجله وغيره، اسمك بعالم الصحافه موجود. دعي بس باليوم العالمي لحريه الصحافه والاعلام، هل في حريه صحافه واعلام؟ ابدا ابدا. هو العنوان دائما نحن بنستعمل عناوين مجازية إذا بدك، وأنت بتعرفي هالمهنة وبتعرفي إنه اليوم الحرية أو الديمقراطية إذا بدك اللي بينتج عنا الحرية مش موجودة عنا، والإعلام محسوبيات. اليوم أنا بخص فلان بمشي مع فلان، ولأنه الإعلام مسيس وبكوادر مغلقة، لأنه هو كمان إعلام ممول. لما بتكوني أنت مستقلة مادياً ومستقلة معنوياً فبيكون عندك حرية الإعلام. بس الخطوة اليوم بهيدي المبادرة أنه هو ربط المدينة اللي هي قلب ونبض الحياة مدينة تانية هي نبض وقلب الحياة ما بين بيروت وطرابلس. ايه خلينا هون كنا ما نذكر انه تيار العزم هو اللي عم بيقوم بهيدا الجولة بطرابلس وعم بيحتفل بهيدا العيد. اجتهدت الصحافة لتلبي حاجة المجتمعات للمعرفة ولإعلام الآخرين بما يحدث، وفي مراحل أكثر تطوراً أصبحت قادرة على صناعة الحدث وتحليله وفبركته. وشيئاً فشيئاً انزلق الإعلام من دوره الثوري والإصلاحي في المجتمع العربي ليتحول إلى إعلام فئوي وطائفي وسلطوي. كل مدعو إذا أردنا تطبيق القوانين المرعية الإجراء لأقفلنا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كلها. اليوم مع الأسف الإعلام اللي صاير اليوم هو إعلاني يتطلع نحو الإعلان وبس ولا أكثر، وهذا شيء مؤسف جدا. البروباغندا على طول بتأثر يا إيجابا يا سلبا على المجتمع، بس المجتمع هو عليه يتلقفها أو يرفضها، لأنه هون بيلعب دور الحضور العقلاني للمجتمع. ما بعرف، قلت لي ما أقول لك شيخ، بس رح أقول لك الشيخ فارس جميل، حضرتك المستشار الإعلامي والمسؤول الإعلامي عند الرئيس نجيب مئاتي، واليوم ممثله بهذا الاحتفال اللي خصه بحرية الصحافة والإعلام. كإعلامي وكمسؤول عندك بوست بالإعلام، هل بعد فيه حرية للإعلام وللصحافة؟ عم نشكي صرنا من كثرة الحرية، الحرية حلوة للإعلام وما في حدا يتطاول عليها، بس للأسف أنا كإعلامي بشوف الأمور من بعيد. يعني هالفلتين الإعلامي، هالإنفلاش، ما بدي استعمل تعبير فلتين، هالإنفلاش الإعلامي من دون ضوابط تحت شعار إنه الريتينج وهيدا الجمهور بده هيك، كمان عم يصير مزعج، عم ياخذ مهنة الإعلام لمطارح تانية. حلوة الحرية تكون موجودة، بس واحد الحرية بدها حدا، مثل ما تعلمنا بالجامعة مثل ما تعلمنا بالتطبيق طبعاً، نحن بدها ضوابط. الضوابط هي ضوابط ذاتية قبل ما تكون ضوابط قانونية، لأنه المنطق بيقول إنه حرية الناس بتنتهي عند حرية غيره إنسان. ما فينا تحت شعار الحرية ننقل كل شيء بيصير بالشارع على التلفزيون. أنا للأسف عم نشوفه اللي عم نشوفه هلأ، إنه صورة الشارع بكل تجلياتها عم تنقل على التلفزيون، وهذا الشيء ما بيليق بصورة الإعلام اللبناني. وعم نشوف هالفلتين على كل الصعد السياسية وال يعني الأدبي. اللي عم بقوله إنه الحرية حلوة، لكن الحرية بدها ضوابط. الضوابط بتبلش من المؤسسات الإعلامية بحد ذاتها قبل ما توصلي للقانون ومن الشخص هو ذاته. مش كل شيء بينعرف بينحط على الإعلام، ومش كل شيء بينقال بالشارع بينحط على الإعلام. إذا التلفزيون حيصير صورة مباشرة عن الشارع، فإذا ما في لزوم للتلفزيون. أنا كإعلامي لا، ماني راضي كثير عن الواقع اللي عم يصير، خصوصا هالسنة الإخرانية. يعني فلتين منه طبيعي، بدها شوية الضبضب. مفروض بعد هالمرحلة يكون في تشتشد أكتر بين وسائل الإعلام، ورشة عمل نعمل زمان بنهاية الحرب، نعمل ورشة إعلامية شاركوا فيها كل المؤسسات الإعلامية. هالورشة ضروري ترجع تنعمل مرة تانية لحتى نحط نحن ضوابط مهنية لمهنتنا قبل ما ننطر حدا يعملنا ضوابط. نعم، ذكرت حضرتك هون كذا نقطة، منهم الفلتين الإعلام اللي عم نشوفه أصلا واللي عم بينقل الصورة الخاطئة من الشارع أوقات. حتى في عنا
التسييس، في عنا تحزيب لبعض القنوات، شو رأيك بهيدا الموضوع؟ هيدا غلط كتير كبير. يعني بعد نرجع للفكرة ذاتها، ما كل شيء الإعلام سلاح ذو حدين، في له شيء إيجابي بتعطي حرية، بتنقل صورة حلوة، نحن مجتمعنا منفتح بننقل هيدي الصورة، بس حدا كمان ما فينا نخرب لبنان، ما فينا نخرب لبنان يعني تحت شعار إنه ما حدا أنا حر أقول اللي بدي إياه. لا، أنت مش حر تقول بدي إياه، في ضوابط أدبية، نحن عايشين ببلد مجتمع متعدد، في ضوابط أدبية، في ضوابط أخلاقية، في ضوابط دينية، في ضوابط اجتماعية، نحن منا مجتمع غربي في كل شيء متاح، لا، نحن بعد عنا القيم اللبنانية اللي بتفرض على الإعلام يواكبها. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي دخل الإعلام مرحلة جديدة أطلق عليها الإعلام الجديد، الذي أوجد فوضى لا يبدو أننا قادرون على تنظيمها. كان ثمة قراءة أو توقع لأن مواقع التواصل الاجتماعي ستتقدم على دور الصحف. في العالم ثبت أن المسألة ليست كذلك، استمرت صحف كبرى كانت مهددة بالإقفال. الأسباب عندنا مختلفة، لها علاقة بطبيعة نظامنا السياسي من جهة، وطريقة تعاطينا مع الصحافي سواء كنا أصحاب امتيازات الصحف أو جهات سياسية معينة في البلاد. مع الأسف الشديد يعني أنا مثل ما شايفين عم نلاقي الانحدار نازل وبسرعة قوية. يعني مبارح سمعنا عن السفير، النهار، اليوم كمان في كتير حكي عن الحياة، كله هيدا عم بيروح، وهيدا شيء مؤسف جدا. في وسائل إعلام مقروءة هي مواقع إلكترونية، ولكن بعد ما بلغت مستوى الصحافة المطبوعة. الصحافة المطبوعة هي بعدها ترتقي إلى الصف الأول، تستعمل المعلومات التي تضخ فيها لتملأ تلفزيونات والتوك شوز وكل الأخبار من اليوم التالي عبر الشاشات والإذاعات. بيجيك الخبر سطر ونص على التليفون تبعك، صح؟ بس ما بقى فيه تحليل. أستاذ خلدون الشريف، حضرتك المستشار السياسي عن دولة الرئيس نجيب مئاتي، ما بدنا نحكي سياسة اليوم، بدنا نحكي شوية عن الإعلام. شفنا أنه كان في جولة من تيار العزم أقامة للإعلاميين من كافة المناطق اللبنانية، كان تأثيرها كتير إيجابي. حضرتك شو بتقول بين الإعلام وطرابلس؟ طب أول شيء طرابلس تعرضت بالفترة الماضية ل هجمة سياسية طبعاً، لكن انعكست بالإعلام. فنحن بحاجة كنا لهاللقاء لنعمل هجمة مضادة ونقول للرأي العام أنه طرابلس مدينة انفتاح، مدينة بتستقبل الكل، مدينة بعيدة كل البعد عن التطرف. وانتوا لاحظتوا هذا الشيء، وانتوا زرتوا كل الأسواق وزرتوا كل المناطق، وصلتوا على سوق حرج. بالتالي أنا برأيي أنه هيدي محاولة لتظهير الصورة الحقيقية لمدينتي اللي هي طرابلس. نعم، شو بعد عند بتيار العزم شو عم بيقدم لمدينة طرابلس كتسويقيا؟ حضرتك هلا عم تحكي عن تسويق مدينة طرابلس. شوفي، نحن كل شيء بينعمل جاهزين نعمله، سواء كان هذا الشيء على مستوى الإعلام، سواء كان هالشيء على مستوى الإنماء، سواء كان هالشيء على مستوى الترميم التجميل. عملنا مشاريع مشتركة مع الأمم المتحدة، عاملين إعادة ترميم السوق العريض، عملنا ترميم الباب التباني ليبين الآثار المملوكية كما هي، حتى نرد صورة طرابلس الحلوة والجميلة بالشكل. بالمضمون جولتكم هي اللي بتقول بالمضمون كيف طرابلس وكيف أهلها. ماهر دناوي، حضرتك مسؤول قطاع شباب تيار العزم، عم نشوفها اليوم عم بتقوموا بحفل حول حرية الإعلام والصحافة ببيت الفن بالمينا، وأيضا شفنا أنه في جولة للإعلاميين اللي إجوا من كل مناطق اللبنانية بقلب طرابلس. خبرنا شوي تيار العزم، هل شو استفاد من هيدي الجولة؟ أول شيء مسيكم بالخير وبتشكركم على الوجود معنا اليوم وبهالجولة. الهدف الرئيسي اللي كنا حابين نوصله بهالاستضافة اللي احنا كشباب عزم كقطاع مرأة، انه نستضيف سلم من الإعلاميين وهالمجموعة الكبيرة من بيروت
بالذات والمناطق اللبنانية وحتى إعلامي الشمال حتى يزوروا طرابلس. طرابلس اللي نحن عم نحاول نحن دائما عم نشتغل عليها، عم ناخذ دور الدولة بهذا المجال لنقدر نحطها بأحلى صورة. الصورة اللي كانت عم توصل دائما لها بأنه مدينة دائما فيها نزاعات، دائما فيها صورة سوداوية إلى حد ما. فحبينا اليوم بالزيارة حتى ما تكون زيارة روتينية للقاء عادي وتقليدية، حبينا تكون اليوم زيارة حيوية بساعات طويلة. زرنا فيها عدة مناطق، وصلنا رسالة سياحية من خلالها، وصلنا رسالة حتى مع تعرف أكثر على مؤسساتنا كعزم وسعادة، وشفنا كيف ديومة العمل اللي عم نشتغل على أساسها. فكانت هالرسالة هي هدف لكل الإعلاميين، لألكم، لكل الوسائل الإعلامية، لنقل هالصورة الحقيقية اللي شفتوها أنتم بعيونكم شو هي طرابلس بالأسواق الداخلية، كيف شفتوا الناس والجو العام. حتى ويمكن احنا شدينا اليوم رحنا على مناطق الشعبية أكثر ما أنه صدفناكم بمناطق اللي هي عادة أنتم بتجوا عليها. أصلاً هون هي جمال طرابلس بهيدي المناطق، قديش فيها سكان مميزين عم بيكونوا، واستقبالهم أيضاً كان مميز لكل الإعلاميين اللي برموا بطرابلس وبالشوارع. حقيقة فعلا اللي عم تحكيه صحيح، هيدي الصورة الحقيقية اللي حبينا كده نحن نوصلها. واستغلينا فرصة انه اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام، قلنا طالما في حرية للصحافة اليوم نحن بأمس الحاجة لنقل الصورة الحقيقية. شكر لكل إعلامي، لكل صحفي، لكل حدا عم يكتب وعم بيزيع الأخبار الحلوة. نحن اليوم أملنا كتير كبير حاطينه على الإعلاميين لحتى يغيروا صورة الإعلام. شفنا بفيديو التقرير اللي عاملينه مي تي في اليوم رأي أهل السياسة بالإعلام شوي يمكن منشوف أنه رأيهم سوداوي أو في بعض التساؤلات وبيعرض جدلية وإشكالية بالعيدة. نحن منقول لا، نحن أملنا كتير كبير أنه هالشي يتغير، وإن شاء الله نكون بأمان معكم كإعلاميين وكقنوات إعلامية وكصحف. نعم، وخاصة من خلال المواضيع اللي عم تستعملوها بطرابلس لا تجملوا أو لا تظهروا صورة طرابلس الحقيقية للعلن. صحيح، طرابلس جميلة ما بدها مين يجملها، بس هي شوهولها شوي من هيك رونقة بخلال الفترات اللي صارت قبل من حروب عباسية. لا، طرابلس حلوة، بس نحن اليوم عم نرجع نرجع لهم هيك الأمن، ويحسوا أنه طرابلس مفتوحة للكل. أهلا وسهلا فيكم، تعوا شوفوها على حقيقتها هي وأهلها. اليوم الجولة اللي عملوها سياحية الثقافية الاجتماعية بحد ذاتها كانت يمكن عملت طابع كتير مهم عند كل إعلامي كان موجود معنا. شعورهم بالسعادة كان مبين من عيونهم، فرحتهم كانت ظاهرة. عبد الناصر ياسين بونسوار، اول شيء نحن موجودين عندك مثل ما تعودنا ببيت الفن، واليوم عم نشوف بسبب حريه الاعلام والصحافه وهو اليوم العالمي حضرتكم عم تعملوا احتفال بهيدي المناسبه. خبرنا شوي عن هذا الاحتفال المقام هون. اول شيء اهلا وسهلا فيكم مي تي في، اللي ان شاء الله على طول بدنا نشوفكم هيك بطرابلس وتعطوا الصوره الحقيقيه عن هالمدينه اللي بنحبها. ولا صلح لك شوي انه انتم عندي، لا انا عندكم لانه انتم ان شاء الله صاحبين البيت وان شاء الله على طول بتكونوا معنا. بالنسبه لليوم العالمي لحريه الصحافه والاعلام، بيحتفل في كل العالم، ونحن بالاحرى انه لازم بهالبلد الحقيقه انه نحتفل بهاليوم، وهيك كانت التوجيهات. وعملنا يعني قدر الامكان هذه الاحتفالية مع جولة بالمدينة طرابلس حتى يكونوا الإعلاميين يقدروا ينقلوا الصورة الحقيقية عن هالمدينة. شفناهم راضيين للإعلاميين، يعني بتشوف إعلاميين إجوا من كل المناطق أول شيء وخاصة من بيروت، هيك فايتين مثل متفاجئين بالجولة اللي عملوها.
في شيء غريب أول شيء مع أحبابنا الإعلاميين وخصوصا اللي هن بعاد عن المدينة. أول شيء بيترددوا كتير بالبداء الأمر مثل ما عطول من لاحظ أنه شو هي طرابلس والشمال وما بعرف شو حسب ما بيسمعوا من الإعلام خلال الفترة القديمة وهيك. بعدين أو ما بعرف يمكن من فترة الأحداث في دلبي يعني الباكراوند بالمخيلة أنه مناطق بعيدة. هلا مدى ما اجوا لهون بيرتاحوا بيحسوا بالحميميه اللي هي بتعطيها هذه المدينه. اليوم العالمي لحريه الصحافه والاعلام ذكرى تتجدد كل سنه، اما هيدي السنه فكانت مميزه جدا مشاهدينا بمضمونها، وخاصه انه نحن موجودين معكم ببيت الفن بالمينا وتحديدا بطرابلس. طرابلس عم تظهر جمالها الاعلامي للعالم وللإعلاميين اللي قاموا فيها بجولة مع تيار العزم بكل شوارعها، لأنه الإعلام هو صورة المجتمع الحقيقي، ولأنه نحن ما مننقلكن إلا الصورة الحقيقية. طبعاً كنا موجودين بهيدا الحدث وكنا عم نغطيه حصرياً. الصحافة إلى مستقبل زاهر جداً أنا أكيد، ولكن إلى شكل مختلف جداً عن الشكل القديم، لأنه العصر ومقتضيات العصر العلمية والتكنولوجية الجبارة تقتضي أن تنتقل الصحافة إلى هذه القواعد الحديثة والمنصات الحديثة، ولكن أن تحمي المضمون الذي قدمته في السابق وتقدمه مرة جديدة ولو بأسلوب جديد، ولكن تحمي قيم هذا. لا صحافة بدون معرفة وبدون ثقافة، ولا صحافة ولا حرية بدون ثقافة ومعرفة تحصن الصحافة وتجعل قادرا على خوض كل معاركه لتثبيت حريته. لكن اليوم الإعلام إلى أين؟ يعني الله يسترنا من من الآتي. يعني أنا بستذكر هون كلمة لنزار أباني اللي قال ويل لأمه تقرأ بالفنجان وتستعمل أوراق الصحف للتنظيف.